كيف كان الافتتاح؟ فخورة أنه نكون اليوم في هذا الحدث العالمي، أنه الرجعة ديالي تكون في حفل كبير في حدث عالمي اللي هو الأكسبو 2020. فخورة أنه عندنا طرف من وطننا العربي اللي هو الإمارات فنظمت هذا الحدث اللي احنا كلنا كعرب فخورين فيه. فاسماء المنور افتتحت أمس سلسلة جديدة من الوصلات الغنائية بعنوان جلسات في أكسبو، ونقدر نقول أنه الأجواء كانت خليجية بامتياز. عجبني أيضا فكرة أنه يكون جلسة حميمية أول طلة بعد غياب مدة طويلة، أنه يكون كأنه كوزي والعائلة مع بعض. واعتمدت أسماء هالليلة زي مغربي من اللون البوردو والذهبي، وبيميزوا البلت عند الخصر، وغنت أشهر أغانيها المغربية والخليجية اللي رددها معاها الجمهور مثل تبسم وصافي وغيرها كثير. ونقدر نقول أنه أكثر ما فرح الجمهور هو الديو اللي جمع أصيل أبو بكر وأسماء المنور لما قدموا للجمهور إمتى أنا أشوفك. حكينا عن الديو اللي جمعك مع الفنانة القديرة أسماء المنور، كيف طلعت الفكرة؟ والله شوفي أسماء ما شاء الله تبارك الله صوت جميل، وصوت شاهد له قبل كذا والدي وكثير من الفنانين، وأعمالها بتشهد ما شاء الله. فكونها أنها مشاركة مع بعض، احنا مشاركين في هذه الجلسة، فكرم منها قلنا لها يلا نغني أغنية للوالد وهذا، فغنينا أنت أنا أشوفك يمكن سمعتوها. أولا الفنان الكبير أصيل أبو بكر صديق وأخ، وأنا بفخر بصداقته بأخوته، وإحنا ننتظر من نفس الحب والمحبة والشجرة أبو أصيل أبو بكر سالم الراحل. فدائما كل ما نلتقي لازم يكون في مناغشة فنية، فما ينفعش نكون اليوم في مسرح كبير مثل الأكسبو والمسرح هذا وما نقدموش للناس شيء من باب التكريم والأوماج لأبو أصيل.